السلام عليكم، تحياتي لكم من حدا كلية العلوم بمدينة مكناس جامعة بني إسماعيل. الجولة هذه الربيعية، اليوم الجو سخون، اليوم راه كاينه واحد 22 درجة على الأقل، جو سخون في المدينة. اليوم هو الرابع من شهر أفريل، استمرار الأشغال، ها هما هنايا مستمر الأشغال فهاد المقطع هذا اللي كيربط باب القصدير بشارع بريد الأنصاري. راهم خدامين على الأرصفة، أشغال راه على قدم وساق، هما تيبان لكم الخدمة كاينة هنايا. حنا متجهين دابا نشوفوا البداية الأشغال ديال داك التصفيت، ديك الصيانة العتية ديال الطرق اللي كان علن عليها النائب المكلف بالأشغال في الجامعة. راه بدات الأشغال وتوصلنا بالخبر، غادي نمشيو نشوفو فين بداو وشنو بداو. كما قلنا بالنسبة للمشكل الإنارة اللي هو مشكل كبير، فهذا بين قوسين الصيانة العتية دي ولا البريكولاج، يعني هو تركيب ديال المصابيح شي حاجة مزيانة أنهم لا يتجاو، ولكن راه الأعطاب ديال الإنارة راه ماشي أعطاب وليدة اللحظة، يعني راه ديك الشبكة ديال الإكليراج بليك تهالكات. راه حاليا كاينة واحد الدراسة حنا متبعينها يعني عن كتب ديال دراسة النجاعة الطاقية. هذه الدراسة النجاعة الطاقية كتطلبها وزارة الداخلية للجماعات إلا كانوا بغاو يستافدوا من الدعم ديال تجديد ديال الإنارة، وهذا الأمر هذا كان ينقص المدينة مدة طويلة. يعني لو أن تدرس الدراسة شحال هذه كنا دابا نكونوا استافدنا من الدعم ديال وزارة الداخلية وتجديدات الإنارة وما إلى ذلك. كما كنشوفوا في بزاف ديال المدن اللي بين قوسين نقدروا نقولوا انها وصلت، يعني تنمويا مشات بعيد، ماشي فقط بالميزانيات الجامعه ولكن بالميزانيات اللي كترصدوهم الوزارات. هذا الامر هذا ما تيعرفوش غالب الناس، يعني العموم الناس ما تيعرفوش هذه المعلومات، هذه ما تيعرفوش بان كاينين واحد لي زوتوريزاسيون سبيسيال، واحد ما تسمى بترخيصات استثنائية، سواء في المجال ديال الضوء ولا في المجال ديال سميتو ديال النقل الحضاري. الناس دابا اللي ما عارفينش هادشي تيقول لك مدينة مكناس مهملة، ما كذا، ما مصلوحاش الجماعة، ما خداماش. اي كاين تراكمات ديال الجماعات ما كانوش خدامين كما ينبغي وما الى ذلك، ولكن راه دوك المدن اللي كتشوفوهم ولاو تيلمعوا، هذيك راه ميزانيات قداش تتبرصلو باش تشتوهم بداك الشكل، غير باش تعرفوا لانفورماسيون وباش الناس تكون عندهم المعلومه يعني واضحه. مقارنه بسيطه نقدروا نديروها، وان مثلا جامعه مكناس الميزانيه ديال الجامعه لا تتجاوز، ما عمرها وصلت ل 50 مليار سنتيم مثلا. هاد ال 50 مليار سنتيم غير القطاع ديال النظافه، القطاع ديال النظافه تيستهلك تقريبا الثلثين. بمعنى كاينه واحد لوتير كاين واحد 14 مليار، هذه محققه ديال سميتو النظافه. هنا دي مثلا دوزو فهاد البلاصه هذه، راه خاصه هاد البقايا ديال هاد البيطون هذا اللي كان هنا قديم يتحيد، هذا اللي كاين في الكودرون واللي تيسببوا واحد العدد ديال الكاميونات ديال اللي كيجيبوا البيطون، كاميونات اللي كيجيبوا البيطون مخلط، راه خصهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم ويجيو يصلحوا داك الشيء اللي، والجماعه حتى هي تصلحوهم، انا ما يمكنش يبقى داك الكودرون لاصق هكا مشوه الطريق. نتسناو نشوفوا الاشغال ديال الصيانه والتشوير الطرقي. حنايا مقبلين على معرض الدولي للفلاحه اللي غيكون 22 هذا الشهر. هذا اليوم راه بدات الاشغال ديال التزفيت ديال واحد التزفيت كومبلي ديال واحد
غادي يكونوا ثلاثه ديال 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 دي الشوارع. حنا غندوزو حداهم باش نقول لكم الشوارع اللي هم مبرمجين، ونقول لكم ونتبعوهم، يعني اللي تصوب فيهم راه غادي يبان. اذا اول شارع كانت وضعيه ديالو كارثيه بالنسبه لحركه النقل هو هذا الاولاني، هذا اللي على اليمين حنا غادي ندوزو فيه، وراها بدات الاشغال فيه، وهذه الاشارات ديال هذا الاشغال هي غتبان لكم. حتى هاد الفروج هذا خصهم صراحه بالنسبه اللي غيدور على اليمين خصهم يديروا خضر، يديروا داك لافليش خضراء باش يبقى تبقى ديك الانسيابيه. دابا حنايا غادي ندوزو في الشارع نشوفو. لا مسدود الشارع، مسدود اشغال فيه. تيعاودو قادولو لا بلونش، قادولو الارضيه ديالو كامله. غادي ندوزو نشوفو الشارع الثاني اللي تا هو مبرمج. هادو فيهم تجديد كلي ديال القريعه الطريق عندكم، هذا اللي دزنا عليه دابا، وهذا راه داخل في اطار الصيانه الاعتياديه ديال الطرقات. نتمنوا ان دوك الحفار اللي كاينين في عدد من الاحياء حتى هما يزولوا. دابا هذا اللي دزنا حداه حتى هو مبرمج، والثالث هو هذا اللي غندوزو حداه اللي كيدير الشرفي، اللي دايز حدا البلاصه فين غادي يتبنى المستشفى ديال التخصصات ديال مدينه مكناس. والحمد لله على المعرض الدولي للفلاحه اللي هو واحد الحدث كبير اللي تيحرك المصالح كامله باش تخرج للتيران وتبين الخدمه ديالها. دونك حتى هذا دابا الشارع اللي غادي ندوزو فيه ان شاء الله تعالى على اليمين حتى هو راه فيه واحد العدد ديال الحفر، حتى هو راه مبرمج حتى هو بالتدريج، وفايتين اشرنا لواحد العدد ديال البلايص اخرين. ها هي البلاصه فين غيتبنى المستشفى التخصصات. حتى هذا الشارع هذا حتى هو راه غادي يتم الاشتغال فيه ان شاء الله تعالى بحول الله تعالى. وراه السبب علاش كاين اكتظاظ دابا، لان الشارع الاخر راه كيتصلح كيتصوب. هذا يدوزو له هاد الارضيه ديالو قريعه الطريق، نتمنوا نشوفوا حتى الكليراج ديالو يتعاود حتى هو بالليد، لان الوضعيه ديال الاناره فيه ضعيفه بزاف. فهذوك المدن اللي حنا تنهضروا عليهم اللي هما بهذا المعنى هذا هربوا بعيد في البنيه التحتيه، راه بامكاننا نلتحقوا بهم، ماشي شي حاجه مستحيله. خاص غير الدوله المجالات كلها كل وزاره تعطينا تعطي لمكناس الحق ديالها في دوك المشاريع. وزاره الصحه هي غادي تبني مستشفى التخصصات، الوزاره اللي مكلفه بالرياضه مع الجامعه الملكيه لكره القدم في اطار التخصص ديالها وفي اطار الميزانيه ديالها اللي خاصه بداك المجال اللي كتخصص فيه، غادي تكلف بالملعب الكبير. الوزاره ديال الثقافه نطالبوها انها توفر لنا دوك المتاحف، وتوفر لنا شي مركز ثقافي كبير اللي يتماشى مع التطور العمراني ديال المدينه. وزاره التجهيز وسميتو الماء، هي مكلفه بديك الطريق المداريه اللي الطريق رقم 7023 والطريق رقم 6 في المدخل الغربي لمدينه مكناس. الوزاره ديال يا ربي تفكرنا الوزاره ديال النقل واللوجيستيك والمكتب المغربي المكتب الوطني للسكك الحديديه، هما غادي هما المارشي صافي خداتو لا سوسيتي، وغادي تبدا الاشغال ديال المحطه ديال القطار الجديده نوفيل غار بواحد الميزانيه اللي هي كبيره. فهاد التداخل ديال الوزارات وديال القطاعات الوزاريه هو اللي غيخلي المدينه تبدل بشكل كبير وفي وقت صغير، حيت الجماعات الحضاريه ما يمكن لهاش انها
دير هاد المشاريع هادو بوحدها، لان المحدوديه ديال الميزانيه ديالها، الميزانيه ديالها تبقى محدوده. شحال كاع اكثر جماعه في المغرب عندها ميزانيه؟ راه ما يمكنلاش تلونسي لك 3 ولا 4 الشوارع، راه غير شارع فريد الانصاري كمثال مقيوم ب 5 مليار و 700 مليون مثلا. شارع محمد السادس اللي هو مبرمج انه في هذه السنه ينطلقوا فيه الاشغال مباشره مور ميساني فريد الانصاري، راه تقريبا الاشغال يعني الكلفه التقديريه للاشغال هو واحد 7 مليار. دونك هاد الجماعه هادي اللي غادي تقوم بهاد لي شونتي هادو بوحدها، راه يعد زعما امر اللي صعيب انه يتحقق. غير باش نكونوا واقعيين وما نبقاوش خصنا المعطيات يكونوا عندنا. عاد نهضروا على سميتو على الانجازات واش تقدروا تنجزوا ولا لا. حنا حدا لابيلفي، حدا بولفا ليري، حدا الملعب الشرف. ف الميزانيه ديال الجماعه ما بين 45 46 مليار، كتمشي منها واحد 14 مليار ديال الكليراج النظافه. شنو كيبقى الا حيدتي الموظفين وحيدتي دوك لي رودوفونس الخلاص ديال الاداء ديال الضو الماء، وحيدتي الا حيدتي شارع واحد من دوك الشوارع؟ فراه الحمد لله ونشكره. هاي الطريق تاعنا مقطوعه هنا على مستوى شوف باش تعرفوا الاهميه ديال الطرقان دابا اللي غيتزفتو. شوف شحال ديال حركه السير اللي كاينه هنايا. شوف ها هما ثلاثه ديال الزناقي ولا ثلاثه ديال الشوارع اللي هما رئيسيين. المهم سنعود لهذا الامر هذا بفيديو. المهم عندنا هو ان داك الشارع يتصوب وتطلق فوج حركه السير ويكون بجوده مزيانه. هذا هو الاساس. راه هذيك الطريق حنا شحال كنا تندوزو تنهضروا عليها، وبزاف ديال الناس الغيوري على المدينه تيقول لك ما يمكنش تكون الطريق هذه في المدينه بهذا الشكل هذا. فغادي نرجعوا ان شاء الله تعالى بفيديو اخر ان شاء الله، ويكونوا ديك الساعه الطريق ولات سيركولابل، يعني ولات حركه السير فيها خدامه. ف تحياتي لكم هذا اليوم المشمس، هذا النهار هذا مشماش تبارك الله، الله يرحمنا. هاد الطريقه ديال تبعناها نيشان انا نخرجوا في شارع بيران زران، وحتى هاد الزنقه هذه اللي حنا دابا غاديين فيها حتى هي غادي تعاود. هما ثلاثه ديال الشوارع مبرمجين. حنا راه ما كرهناش ان هاد الاشغال ديال الصيانه انها تكون ديما على تيسع، ماشي نبقاو نتسناو المعرض حتى يجي. حتى هاد الكليراج هذا اللي كاين هنا في الشارع خصو يتعاود. هذا الكليراج دابا اللي حنا دايزين فيه صافي يديرو حتى هو ليد، في انتظار ان تجي التهيئه ديال تغيير الاعمده حتى هما بوطويات ولي كابل وداكشي. المهم دابا لي تصوبات راه مزيان. شوف واحد خينا اش كيدير هنا في الطريق، شوف شنو الوضعيه ديال الطريق كي دايره هنايا. دابا غير يصوبوا بعد الكودرون، نشوفوا الحريره ديال التروطوار حتى هما. هاد الصفقه هادي راه ديال الاصلاح ديال هاد. شوف الطريق كي كانت دايره. المهم الطريق هادي عقلوا عليها، راه غادي نعاودو ندوزو فيها ان شاء الله تعالى من بعد ما يتم الاصلاح ديالها الصيانه ديالها. هاد الصفقه هادي راه فيها 300 طن ديال الزفت. هادي خاصه هادي دابا اللي غادي خدامين فيها راه ديال 2023، وغيلونسيو ديال 2024 باش يكملوا كاع البلايص اللي فيهم، يعني البلايص اللي فيهم سميتو الحفاري في الاحياء والزناقي وداك الشيء. المهم بعدا راه يسبقوا بعدا بدرجه اولى الشوارع الكبيره، لان الشارع هو الاولويه. واخا الازقه عندها اهميه كبيره، ولكن راه شوفوا انتم شوفوا الشارع شحال الحديد كيدوز فيه.
يتصوب ان شاء الله الشارع ويدوزوا مباشره للازقه والحومات. يا تبارك الله عليكم، تحياتي لكم من شارع، احنا دابا غندخلوا لشارع بيرنزاران. هو هذا اللي قدامنا، تبارك الله عليكم. هذه القشلة ديال الدرك الملكي، على بعد أقل من 3 أسابيع من التنظيم ديال المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب بمدينة مكناس. هذه الزنقه، هذه الشارع اللي على اليسار هو اللي دابا اللي تيصلحوه، هو اللي دابا تيصوبوه. يلاه تبارك الله عليكم، الله ييسر الامور، الله ييسر الامور.